السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. يثير شروع وزارة التجارة بالتحول إلى النظام الإلكتروني يثير العديد من التساؤلات عن مزايا النظام الجديد وعن المخاطر التي قد تنجم عن ذلك في حال تسربت بيانات العراقيين الشخصية. ففي بلد يفتقر للبنية التحتية والإمكانيات اللازمة لهذا التحول، أصبح مشروع وزارة التجارة باستقبال معاملات التحويل اللازمة أصبح أزمة جديدة تثقل كاهل المواطنين، حيث أظهرت صور من محافظة النجف المكان المخصص لاستقبال معاملات التحويل والذي يفتقر لأدنى مقاومات استقبال المراجعين بسبب انتشار الأتربة فيه وعدم وجود نظام للتكييف، فضلا عن الفوضى في استلام المعاملات. لنشاهد. ما شاء الله، بطاقة التموين اللي يحدث وظافته أو المحدث ما قاعد يستلم واجبه يجي لهنا. شوفه الله، لا مبرد لا يتربى واصل الظلمة. الأحسن لكم لحد يجي، لو الأحسن لحد يجي أحسن لكم، نصيحة لوجه الله. الله يوفي لك الوالد داخله بالترى. خوش مجموعة تلاقيهم سالفة. نستمر مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. يبدو أن وزارة التجارة في العراق اتخذت من نظام التحول إلى البطاقات الإلكترونية ذريعة لعدم تسليم الحصص الشهرية المقررة، حيث أكد ناشطون عدم استلام العائلات العراقية لحصة الشهر الماضي بالرغم من تحديثهم للبيانات واستلامهم البطاقة الإلكترونية الجديدة في دوامة جديدة من دوامات الفوضى وعدم معرفة مواطن الخلل، ما أدى إلى ضياع أبسط حقوق العائلات العراقية خصوصا الطبقة الفقيرة التي تنتظر هذه الحصة بفارغ الصبر. دعونا نشاهد في المقطع الآتي مشاهدينا الكرام مزيدا من التفاصيل. أنا أول مرة أشوف دولة تضحك على الشعب مالتها وتستغل الشعب مالتها. أجت الدولة قالت يابي راح نصدر بطايق جدة للتومينية حتى نعرف المسافر طالع عن العراق اللي ما يستحق اللي ما عنده أوليات، وياكم احنا قرار صائب جدا. سوت بطايق تموينيه جديده وقالت الناس روحوا حدثوا وين بالمدارس اللي موجوده بالاحياء. راحت الناس حدثت وكملت، اجت الوكيل ورا ما كملت البطاقه ودخل البرنامج للوكيل، يخلي الوكيل البطاقه بالتليفون بالجهاز ما يقرا عده. يعني شنو السبب؟ قال لك روح راجع بطاقه تموينيه. تروح للبطاقة التموينية، أي احترام ماكو، أي تعامل ماكو، خليهم المواطنين مراجعين برا بالشارع وبالشميس وهم قاعدين بالتبريد ونقول ما يخالف. أمرنا الله الواحد القهار يرجع دوره يحدث بالبطاقة التموينية، يرجع للوكيل يقول له ماكو تحديث، وتشوف الوكل حقنا بين الوكيل وبين دائرة بطاقة التموينية. وذاك الشهر ابشركم غذائية ماكو، اغلب الناس 60% من المواطنين ذاك الشهر ماكو غذائية. يا بشير المشكلة؟ قال لك تحديث ماكو. نستمر مشاهدينا الكرام مع نفس الموضوع، واذا ما حالف الحظ هذه العائلة او تلك واستلمت حصتها دون مشاكل، فإن وزارة التجارة المسؤولة عن تجهيز مفردات الحصة التموينية متهمة كذلك بسوء اختيار منشأ المواد الغذائية التي لطالما تكون من النوعية الرديئة كما يؤكد مواطنون عراقيون، وهذا ما حدث بالفعل مع مادة الأرز التي استلمها مواطن من محافظة المثنى واشتكى منها بسبب العفن فيها. لنشاهد.
حكيت بي اقل الوكيل يقول لي ما له علاقه هذا الوكيل هذا قاعد يقول ما له علاقه فهمون الغلط وين بالدوله بالوكيل ايش لقيت بي اقل الوكيل يقول لي ما له علاقه هذا الوكيل هذا قاعد يقول ما له علاقه فهمون الغلط وين بالدوله بالوكيل. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. وردا على ادعاءات رئيس الحكومة الحالية محمد الشيع السوداني بأن حكومته حكومة خدمة جاءت من أجل المواطن، نشر ناشطون مقطعا مصورا لوزير التجارة الحالي أثير الغريري الذي يعاني من وزارته العراقيون كما شاهدنا في المقاطع السابقة. هذا الوزير صرخ في وجه فلاح عراقي: تأخرت وزارة التجارة بإكمال متطلبات شراء محصوله من الحنطة بسبب الإجراءات البيروقراطية في محافظة التأميم، وهو ما اعتبره سلوكا استعلائيا ولا يراعي هموم الفلاح العراقي والمواطن ممن ينتظرون عاما كاملا لزراعة محصولهم ويقومون بحمايته من المخاطر لا سيما الحرائق. دعونا نشاهد كيف تعامل وتصرف وزير التجارة مع أحد الفلاحين العراقيين. لنتابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. أحمد يقول: يروحون فدوة للدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة في الزمن الجميل. محمد يقول: ما شاء الله على هيك أخلاق، بس يلا هو اللي تجيب الأحزاب والمحاصصة والفساد، اشتردون منه يطلع، هي المنهولة معروف شنو يطلع منها. مقداد يقول: هذه النكرات المتسلطة على الشعب وثرواته، تحدث الأعراف والإسلام الحق والوطنية ولا تقف عند حد. رزاق يقول: الحمد لله ما انتخبت الدورتين اللي راحن على مود ما أتندم وأشوف هيك تصرفات. نستمع مشاهدينا الكرام الآن إلى رأي السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. كل أستاذ محمد المحترم وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أكو شغلة من دخول الاحتلال الأمريكان، إحنا كنا نسمع بالقنواتات واللي حسب ما قالت الحكومات اللي حكمت العراق من 2003 بأن الحصة التموينية راح تكون تقريبا أكثر يعني من 100 وشوية يعني 112 مادة. هذا قبل الاحتلال، من كان الاحتلال دخلوا للعراق وفرحوا الشعب العراقي بأن الحصة التموينية وبطاقة التموينية سوف يعني تكسر للمواطن العراقي، جونب هاي الأكاذيب وهاي الخدع وهاي اللي كذبوا على الشعب العراقي من 2003 لحد الآن. للأسف احنا ما شفنا من عندهم غير الكذب وغير الإعلام الكاذب وغير الحكومة هاي الفاشلة. الحصة التموينية كل العراق دي يستلمها يعني من 2003 لحد الآن، هي من حصة من أردى حشى نعمة الله، من أردى يعني الحصص اللي يستلمها العالم، لأنه هذا التمن أو الشكر أو الزيت هاي كلها مواد صار يعني اكسباير مالتها منتهي وغير صالحه يعني للصالح البشري، كلها مستهلكة، دلاله على انه الحكومه العراقيه وكل الحكومات اللي تحكم العراق يعني ما لها انه فد حب او ولاء تحترم هذا الشعب، تجيب له من احسن الرز، تجيب له من احسن الزيت، تجيب له من احسن السكر وباقي المواد اللي كنا يعني بالحصار كنا نستلم تقريبا اكثر من 20 ماده. وكانت هاي الامور اللي نستخدمها يعني كافيه وزايده للمواطن، كانت المعيشه زينه وكانت البطاقه التموينيه وزاره التجاره تدعم المواطن يعني اكثر من 3 شهور واربع اشهر يعني على مود بان المواطن لا يعني لا يكون بعوض. يعني هم ما سووا هذا الدعم حتى في ازمه فيروس كورونا اللي الناس كلها أجبرت على البقاء في المنازل والحكومة كانت تحارب وتفرض غرامات، ما وفروا حصة تموينية تلائم العائلة العراقية في وقت الشدة.
يعني شنو اللي ينقصهم؟ ينقصهم فلوس؟ لو ينقصهم علاقات؟ لو ينقصهم شنو بالضبط حتى ما يقدرون يوفرون حصة تموينية تكفي الطبقة الفقيرة اللي الآن مستوى الفقر بالعراق ارتفع عن أكثر من 40%، وصل الآن أو قرب من 50%، ولغاية الآن ماكو حصة تموينية للعوائل العراقية المتعففة. شنو اللي يمنع أن يكون عندنا مواد مثل ما تفضلت، مواد غذائية بجودة عالية؟ أستاذ محمد، احنا كمواطنين عراقيين يعني عشنا ايام الحصار وعشنا ايام الصعوبه، يعني كانت يعني الحكومه العراقيه يعني كانت وزاره التجاره يعني لها فالنسبه تعطي للمواطن العراقي من احسن من اجود يعني المواد الغذائيه. فمن بعد السقوط، من بعد الاحتلال الامريكي كان دخول للعراق، يعني شفنا هاي الاكاذيب وشفنا هاي الخدع والكذا اكاذيب، لانه لو كان عندهم حب للشعب العراقي وحب يعني لهذا المواطن العراقي اللي هو طيله هاي العشرين سنه ما تحسنت البطاقه التموينيه وما تحسن حياه المواطن وحتى تعديل السلم من الرواتب اللي هو هذا الناس اللي من ابسط حقوقها يعني. طيب، ما حسنوا. نعم، انا اشكرك يعني سيد ابو عمر من بغداد، شكرا جزيلا. بس حتى لن نتوسع بالفكره، ويانا السيد ابو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا ابو عبد الله، حياك الله. السلام عليكم استاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذي هذا طلع يعني وزير ويقول انا وزير ماكو، هذا التصرف ماله مال واحد يعني مال واحد ما تتهمه، مال ناس جاهل، مال واحد ما متعلم. نعم. يعني هذا مو حكي مال وزير. هم ليش كلهم يستخدمون ابو عبد الله، ليش كلهم يستخدمون هذا الاسلوب وهذه النبره في مخاطبه المواطن لما يكونون وجه بوجه؟ يعني طريقه الاستعلاء وكانه هو دا يسوي فضل على المواطن العراقي انه هو موجود في هذا المنصب. اليس المنصب الحكومي بشكل عام، ان كان وزير او نائب برلماني او اي وظيفه، اليست هي وظيفه او هو موظف لخدمه المواطن؟ نفسه خادم للمواطن. نعم. لأن لوم المواطن هو مصعد. تمام. ليش بالانتخابات قبل الانتخابات تيجي تقول رغم أنه ذولا صعدوا بدون المواطن طبعا، بدون حتى رأي المواطن، لكن نعم. بدون حتى رأي المواطن صعدوا. وهنا أخونا أبو عمر من يقول وقت الحصار أكو كانت تجينا كميات يعني خلينا نقول الرحمة. يعني بذاك الوقت أكو ناس كفؤين، أكو ناس تشتغل. نعم. صحيح. مو حرامية. نعم. يعني تجون ناس حرامية يا عمي. سيد ابو عبد الله، الى متى برايك تبقى وزارة التجارة بيد ناس غير مسؤولين، ناس غير اكفاء، يعني غير اكفاء؟ يعني اليوم وزارة التجارة من 2003 الى غاية الان ما قدمت للمواطن العراقي مفردات بطاقة تموينية بجودة جيدة، ما راح نقول جودة عالية ومرتفعة، جودة جيدة تصلح للاستهلاك البشري. ليش هسه هذا المقطع اللي عرضناه مال الأرز المتعفن وصلصة الطماطم اللي وزعوها كانت أيضا منتهية الصلاحية وغيرها، بالإضافة إلى الأهم وهو نقص المواد؟ شنو اللي منع؟ يعني ما عندنا فلوس إحنا بالعراق حتى توفر وزارة التجارة مفردات بشكل منتظم وبشكل صحيح إلى المواطن؟ عندنا فلوس بس اللي ينقصنا الناس اللي تدير كفاءات، لأن هاي كل وزارة تجارة للتجارة كل من تابع الحزب وكلها على البول. من تجي انت روح على المرور يوميا شغل ضرائب على السيارات، ما تحويل ما تحويل غير هذا الفلوس وين تروح؟ يقول لك طرق وجسور. الطرق وجسور وين؟ حتى لا نتوسع عن فكرة الحصة التموينية. يعني تعليق أخير أريد منك على الفيديو اللي عرضناه بشأن وزير التجارة. هذول المسؤولين ما يعني هل يشعرون اصلا بالمواطن لما يخاطب الفلاح العراقي المظلوم اللي ديعاني واللي ديخاطب ايضا اي مواطن عراقي بهذا الاسلوب؟ ذولا يشعرون بمظلوميه الناس؟ ليش يتكلمون عن معاناه العراقيين وانهم جاؤوا لانقاذ العراقيين من مشاكلهم اذا هم يخاطبون المواطن بهذه الطريقه الاستعلائيه الغير لائقه؟ وطبعا هذا واحد من نماذج كثيره لمسؤولين بالدوله اعتدوا على مواطنين، اهانوا مواطنين. يعني هذا توقع كل شيء حبيبي، توقع كل شيء. اكو جوي ناس ماكو بالمنصب، اخذوا قواعي مال العالم، اخذوا قوش مال العالم ماكو. كل شيء توقع ونحو الاسوء، نحو الاسوء. اليوم احسن من باكر.
يعني يعتبرون العراق غنيمة بالنسبة للمواطن، مو مهم أنت تتحمل، مثل ما هذا قالها أحد أعضاء مجلس محافظة بغداد، اللي لما انتقد مواطن على الهواء مباشرة قال له أنتم مسؤولين ما عندكم ضمير، قال له ست حلقك لا تتجاوز وما أدري شنو، وتجاوز على المواطن العراقي على الهواء مباشرة، يقول له إحنا ما نشتغل عند الخل فوق، لا عند من تشتغلون؟ تجاوز من رحت اشتكيت القاضي ما مشى الشكوى. انا اللي حدثت وياك. ويوم تسعة حتى شاف حجة تكتيكي حرق لي مرشح ب 22 مليون. نعم ذكرت لي نعم سيد. صحيح. سيد ابو عبد الله انا اشكر حضرتك، طبعا سبق وذكرت لي هذه المشكلة وحكينا بها، انا اشكر حضرتك ابو عبد الله من صلاح الدين، شكرا للمشاركة. نكمل مشاهدينا الكرام، لدينا من مواضيع في هذه الحلقة، ننتقل إلى موضوع آخر، الجفاف ومشاكل الجفاف وانعكاساته على الزراعة العراقية. طبعا أجمعت منظمات دولية ومراكز أبحاث ودراسات على أن العراق أمام معضلة وجودية متمثلة بالتصحر والجفاف، وأن افتقار السلطات الحكومية إلى استراتيجية فعالة لمواجهة الجفاف يجعل من التوقعات متشائمة أكثر بشأن مستقبل بلاد ما بين النهرين في العقود القادمة. وأكدوا على أن العراق ضحية سياسات حكومية فاشلة على مدار العقدين الماضيين، فضلا عن عدم امتلاكه قدرة دبلوماسية مؤثرة للضغط على دول منابع نهري دجلة والفرات تركيا وإيران. وأجمع عدد من الناشطين في مجال البيئة على أن حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني لا تملك المعلومات الكاملة عن الوضع البيئي في العراق، وأنها تتحدث عن مشكلة المناخ في المؤتمرات والملتقيات الدولية لكنها لا تتخذ أي إجراءات واقعية، واصفين الجهود الحكومية بالحوار مع دول الجوار بشأن الحصص المائية بالخجولة. نأتي هنا لنعكس هذا الكلام على المشاكل الموجودة في العراق. في قضاء المشخاب التابع لمحافظة النجف أظهرت صور جفاف نهر طبر آل قيم بسبب نقص المضخات، وحمل أبناء القضاء وزارة المالية مسؤولية ما يحدث في قضائهم المعروف بزراعة محصول أرز العنبر العراقي المشهور. لنشاهد. إلى نواب الدائرة الجنوبية، النائب جواد عويز عن حزب الدعوة، والنائب حميد عن حركة امتداد، والنائبة ثناء عن حركة وفاء التابع على عدنان الزرفي، هاي الكتب من يتابعها؟ أنا المواطن الفقير، لو الفلاح الفقير، لو الناس الكاتلة العطش، هاي الكتب تقول هذا طبر آل قيم. كتب وزارة الموارد المائية تقول لازم 2 مضخات على الشط الرئيسي، 2 مضخات على مود يدفع عن الماي بطبر آل قيم اللي عدد نفوسه أكثر من 10,000 نسمة. كاتلها العطش، كاتلها الضيم هي وحلالها. هاي الكتب من لازم يتابعها؟ السوارية 2 المضخات عدد 2، من لازم يتابع هاي الكتب؟ شنو دوركم يا نوابنا؟ شنو دورك يا محافظنا؟ شنو دورك يا القائم مقام؟ أهلنا بطبر القيم جاي يموتون، هاي عينة من أطراف المشخاب جاي تموت بسبب الجفاف. نكمل مشاهدينا الكرام مع نفس المواضيع. عبر أهالي قضاء المشخاب في محافظة النجف عن رفضهم لسياسة الحكومة المائية، مؤكدين في وقفة نظموها أنهم تكبدوا خسائر كبيرة بسبب إيقاف زراعة مساحات واسعة من أراضيهم واضطرار أعداد منهم للهجرة بحثا عن عمل. وأكد أبناء القضاء أن هويتهم التي عرفوا بها على مر العصور تتمثل بالزراعة ولن يسمحوا لأحد بسلبها، مطالبين بضخ حصص القضاء المائية قبل أن يهلك الإنسان والزرع والحيوان في القضاء. لنشاهد. إلى مشايخنا وسادتنا أصحاب القرار، إلى الجوامع والحسينيات اللي دعت إلى انتخاب الشمعة وقائمة 155 وهاي تبعاتها، 20 سنة إحنا نعاني الإهمال والظلم
جامنا على حساب التعليم وعلى حساب الصحة وعلى حساب الصناعة، جامنا على حساب كرامتنا. الآن وصلت القضية إلى خبزتنا. قضاء المشخاب معروف على صعيد العراق والعالم، بل العالم كله. إحنا هويتنا الزراعة، هويتنا إنتاج العنبر. إذا واحد يسلبنا هويتنا فهو غلطان. إذا بعض مشايخنا وسادتنا من يدعي إنه شيخ يجامل على حساب حقوقنا ويوصل رسالة بأن المشخاب كلها خاضعة تحت إرادته هو هم غلطان. إحنا جيل واعي، سادتنا وناسنا ما تقدر تطلع، إحنا أبناهم طالعين. تابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. علي يقول: مع الأسف سيتحول بلاد ما بين النهرين إلى مناطق صحراوية وبسرعة، ولم يتخذ المسؤولون أي خطوة لعلاج الجفاف، كما أن دول المنبع بنت السدود العملاقة، وإيران حولت مجاري جميع الأنهار والروافد وقطعتها عن العراق النايم. تعليق لدينا من علي يقول: عمي حلالنا راح، الزرع مات، محصول السنة خسر، حسبنا الله ونعم الوكيل، عوداني فلاح. أمير يقول: يا ناس يا عالم يا مسؤولين، العراق راح يا مسؤولين العراق راح يتحول إلى صحراء، ادركوه قبل فوات الأوان. وبشير يقول: لعنة الله على الأحزاب السياسية الفاسدة التي أهلكت البلاد والعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام بحضراتكم إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. طيب، عندنا اتصال. السيد أبو علي من بغداد، تفضل. السلام عليكم يا بني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي بلا زعمة ولا خارج الموضوع، وأنا عندي مناشدة. تفضل. عندي 2 شهداء ولدي والله. نعم. ضحايا إرهاب. نعم. سيد أبو علي، نص صوت التلفزيون لو سمحت. فأنا كل شيء ما حصل، لأني رجال كبير مريض. نعم. فرنا الناس يعني من خلال قناتكم الكريمة. العمر مضى بشيء، قلنا بك نحصل حج. وإحنا يعني الأولوية إن أصحاب الشهداء. نعم. عندي شهيدين ضحايا إرهاب وشهيد بالحشد. نعم. فالضحايا الإرهاب يعني معدومين، ماكو بدل نقدي. وعدونا احنا بغداد، وعدونا بدل نقدي مال بكان الارض، وما ينطونا والله. يعني ظالمين احنا، ضحايا الارهاب ظالمين، احنا ظالمين. يعني انتوا كل شيء مريض. ابو علي، انتوا اللي قدمتوا ابنائكم. ولدك بالحشد مو كلهم؟ لا، واحد بالحشد، واحد بالحشد. ابن اخويا ولدي اثنين ارهاب. طيب، يعني انتوا الناس اللي قدمتوا ابنائكم في سبيل هاي الحكومة أنه تبقى، في سبيل أنه أنتوا تدافعون، أو أبنائكم دزيتوهم إلى ساحات القتال حتى يدافعون عن العراق. طيب، ليش ما ذول اليوم اللي يتاجرون باسم الحشد وباسم المقاتلين، اللي يتاجرون بدمائكم، ذول اللي هم يقعدون على المنصات ويطلعون بالتلفزيون اللي يقولون إحنا قادة الحشد، ذول وين هاي الشعارات مالتهم وهاي الوعود عنكم أنتم أهالي المقاتلين اللي راحوا بهاي المعركة وراحوا بهاي المحرقة اللي دزوا بها أبنائكم إلى ساحات القتال؟ وينهم عنكم؟ والله يا أخي احنا تعبنا، وناس كبار وما بينا حل راجع. زين، واني مريض والله، سكر، انضرب الجلطة على ولدي. ليش ما يجيبوا لكم حقوقكم؟ ليش ما يجيبون حقوقكم؟ صار لهم ايش قد ذول ولده؟ كل من احكي والله، انا من 2007 سجل ولدي اثنين. اي والله، وكل ما نحكي يقولون ميزانيه. زين، فانطونا البدل، ناخذ لنا بيت، ناخذ لنا شيء. انت مريض بيت عمرين، تعالج بهن والله، رين تعالج بهن. قلنا بك نحصل لنا حجه. زين، الناشد المسؤولين ناشدكم، اريد لنا حجه. قلنا ثاني عمرنا خاف نموت ومشوا بالحج. ابشرك يا ابو علي، 40 نائب برلماني 40 نائب برلماني طلعوا هاي السنه للحج على نفقه الدوله، حتى يعني يروحون بلكي يكفرون عن ذنوبهم. 40 نائب برلماني أخذوا من فلوس الدولة، من فلوسك وفلوس غيرك، راحوا على أساس دي يحجون. إيش قدموا لكم من خدمات؟ والله ما مقبولة حجتهم، مقدما والله يعني أعلم. يعني إحنا ما نقدر يعني بدون قسم. أيوة، لكن والله أعلم. لكن إيش قدموا للناس؟ إيش قدموا ذول 40 نائب اللي راحوا للحج هسه على نفقة الدولة؟ طبعا
ايش قدموا حضرتك وغيرك وغيرك؟ انا اقول لك قدموا شبعوا طولهم فنادق بلبنان فنادق بدبي نعم عندهم املاك عندهم لا قدموا خطيئة الناس قدموا لهم حضرتهم نعم لان واحنا خلونا نركض ورا اول ما اكو واحد ميت ولا نركض ورا نتوسل بيه ساعدنا داينا نعم لانه ما ينطونا انطونا حقوقنا حقوق اللي دخل نتعالج بيهن نعم يعني مشروع. شكرا سيد ابو علي انا اشكر حضرتك وان شاء الله صوتك يصل لمن يسمع وهاي شفتوا مشاهدينا الكرام وسمعتوا ذول الناس اللي دزوا ابنائهم لهذه المحرقه اللي افتعلتها حكومات بغداد حكومات ما بعد 2003 حكومات الاحتلال باحزابها اللي اليوم بعدها بالمنصب دزتهم الى محارق القتال مع داعش اللي هم دخلوا الى العراق وهم اللي تسببوا بمقتل شباب العراق ذول المالكي وربعه واليوم البرلمانيين شفت الرجال ده يتوسل حتى يتعالج وهم يطلعون بالمنصات وبالتلفزيون وصدعوا رؤوس الناس بالبرلمان حقوق الحشد وجماعة الحشد وينهم وذول أهل المقاتلين. طيب دعونا نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع نأتي إلى الموضوع الثالث لدينا وفوضى السلاح. تتهم حكومة محمد الشيع السوداني بتمكين الميليشيات من خلال استثناء سلاحها من خطة حصر السلاح بيد الدولة، فيما يؤكد مراقبون أن استثناء سلاح الميليشيات ينسف صدق أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة، ويؤكدون على أن حكومة الإطار التي يتزعمها محمد الشيع السوداني هي واجهة للميليشيات وأن السلطة الحقيقية في البلاد بيد قوى السلاح المنفلت. وأضحى مشهد الانفلات الأمني وتجول عناصر مسلحة في وضح النهار وقيامهم بالاعتداء على المواطنين من المشاهد المألوفة في العراق. مثال على ذلك في مدينة كركوك مركز محافظة التأميم أظهرت صور من هناك قيام مسلحين أو مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية قاما بإطلاق النار على صاحب مكتبة للقرطاسية في منطقة بنجا أو بنجا علي دون معرفة الأسباب في مشهد جديد من مشاهد الفوضى. لنشاهد. ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدين الكرام من محافظة التأميم إلى محافظة البصرة. وبعد أيام قليلة على زعم وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري أن الحكومة مستمرة في إنهاء النزاعات العشائرية والسيطرة على السلاح المنفلت الذي بحوزة العشائر في محافظة البصرة دون أن يتطرق لسلاح الميليشيات التي تسيطر على المحافظات الجنوبية، أظهرت صور من محافظة البصرة قيام مسلح يتبع لميليشيات العصائب باستهداف صاحب مكتب عقارات في منطقة كردلان في المحافظة استهدافه بالرصاص الحي قبل أن يتوجه لسيارته رباعية الدفع بكل هدوء ويغادر المكان في مشهد يبين سطوة هذه الميليشيات وعدم خضوعها للقانون في ظل إفلاتها من العقاب. نشاهد. نستمر مشاهدينا الكرام مع حضراتكم في نفس الموضوع ونبقى في محافظة البصرة التي تحولت إلى ضيعة للميليشيات كما يعبر عراقيون، وذلك بعد احتدام الصراع بين تلك الميليشيات في التهريب من وإلى إيران المحاذية للمحافظة، حيث أظهرت صور من المدينة الغنية بالنفط والتي ينعدم الأمن فيها، أظهرت صور مسلحين اثنين وهما يستقلان دراجة نارية خلال هجومهما على منزل في منطقة قرمة علي شمالي المدينة، وقاما بإطلاق النار على المنزل في وضح النهار في غياب تام للمظاهر الأمنية التي لم تحل دون تجولهم بأسلحتهم وتنفيذ الهجوم والانسحاب بهدوء من موقع الهجوم. لنشاهد.
نتابع في التعليقات مشاهدينا الكرام ماذا ورد من قبل النشطاء في موقع فيسبوك. عمر يقول: ويجيك واحد يقول لك العراق بحكومة قوية، استهتار في وضح النهار، لا حسيب ولا رقيب، تايهة كل من بكيفه. مروان يقول: وين اللي كان يقول العراق أمان، العراق يخبل للسياحة، وهاي القنوات مشوها سمعته والسيادة فول وماكو سلاح منفلت ولا عصابات وميليشيات، أريد أشوفه خلي يسلم لي على السيادة. تعليق من صباح يقول: الحمد لله على نعمة الأمن والأمان، عود اليوم وزير الدفاع بالبصرة. وكاظم يقول: وين الدولة، وين القانون، وين هيبة الدولة، وين الأجهزة الأمنية، وين الأمن الوطني؟ والله لو أكو دولة قوية وأكو حساب وكتاب ما صار بالعراق هاي السوالف التعبانة. إلك الله يا عراق، والله خطية هذا الشعب المظلوم. ننتقل مشاهدينا الكرام مع حضراتكم إلى موضوع آخر. أثار إعلان تمديد الحظر المفروض على الخطوط الجوية العراقية إلى أوروبا من قبل وكالة سلامة الملاحة الأوروبية مؤخرا أثار التساؤل بشأن استمرار الفساد والفشل في واحدة من أقدم شركات الطيران في المنطقة. ومددت وكالة سلامة الملاحة الأوروبية الحظر المفروض منذ عام 2015 على الطيران العراقي لعدم استيفائه متطلبات السلامة. وكشف تمديد الحظر زيف الوعود الكثيرة التي أطلقتها الإدارات المتعاقبة بتحسين أداء الشركة واستعادة مكانتها السابقة كواحدة من أفضل شركات الطيران. طبعا تخضع شركة الخطوط الجوية العراقية كغيرها من مؤسسات الدولة للمحاصصة الحزبية، ما جعلها تصنف من أسوأ شركات الطيران وغير مطابقة لمتطلبات السلامة، وذلك نتيجة الفساد وسوء الإدارات. وحاولت وزارات النقل تبرير فشلها بعد تداول خبر تمديد الحظر ببيان لم تذكر فيه أسباب استمرار الحظر، واكتفت بالقول إن هذا الملف شهد تقدما ملحوظا وأن وزير النقل يوليه أهمية كبيرة. طبعا في غضون ذلك أظهرت صور نشرها فنانون عراقيون من مطار بغداد الدولي غضبهم أو سخطهم على تأخير رحلتهم على متن الخطوط الجوية العراقية لمدة تجاوزت 7 ساعات في مشهد بات يتكرر بشكل كبير مؤخرا. لنشاهد موعد الطيارة الساعة 4، احنا من الساعة 1 هنا بالمطار وقالوا راح اطير 5:30، جت 5:30 وماكو، قالوا راح اطير 7، هسه النوب يقولون الساعة 10، بالعشرة لو ما اكو 11، منو يتحمل؟ وبدون اي طعام وماكو اي شيء وماكو اي مسؤول اجى لحد الان، ونسأل ياخذوا الدول العراقية وماكو. اسمعت اذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. طبعا لا تقتصر المشاكل في العراق على شركة الخطوط الجوية العراقية التي تعد الناقل الوطني في العراق، حيث تتعدد المشاكل ومن بينها ما يحدث مع المسافرين على متن خطوط شركة فلاي بغداد التي بحسب المصادر تعتبر مملوكة لعمار الحكيم. آخر ما حصل على متن إحدى رحلات هذه الشركة هي العقوبة الجماعية التي تعرض لها المسافرون بعد رفض الشركة سفر عائلة بسبب تأخرها عن الموعد قبل أن تقوم الشركة بإغلاق باب الطائرة، وبعد إغلاق الباب بقيت الطائرة متوقفة نحو 1.5 ساعة بحجة إنزال حقائب العائلة المتأخرة ولم يتم إنزالها، وبقي باب الطائرة مغلقا تزامنا أيضا مع إغلاق التكييف داخل الطائرة. دعونا نشاهد. نستمر في عرض هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. ومن بين القصص التي نشرها ركاب كذلك بشأن شركة فلاي بغداد هو تأخرهم فترة طويلة على متن إحدى طائرات الشركة بحجة أن الطائرة تعرضت لعطل فني وعلى المسافرين الانتظار لنقلهم لطائرة أخرى، في مشهد أثار استغرابهم وغضبهم. نشاهد. يمكن هو جنود تأمين بعيدا وراء، إحنا مشكلتنا
ساعة مثل ما هي إلا خمسة لحد الآن الطيارة عطلانة وبعد ساعتين يا الله عطل بالطيارة حابسين العالم بالطيارة هاي يطلع بغداد من الساعة ما هي إلا خمسة ليس وبعد ساعتين يا الله يا الله تجبرونا إنا نبقى ساعة تجبرونا إنا والله ونحن مجبورين لا اعرف انتم على مود واحد تجبرونا عنا كل احنا على مود ساعه نستمر مشاهدينا الكرام مع حضراتكم في نفس الموضوع ويبدو ان فلاي بغداد اصبحت عنوانا للخدمات السيئه ففي انتهاك واضح لخصوصيه المسافر تفاجأ مسافرون على متن رحله قادمه من سوريا الى العراق على متن خطوط فلاي بغداد عند وصولهم تفاجؤوا أن حقائبهم قد فتحت فيما تلف أو تلفت أو أتلفت بعض مقتنياتهم دعونا نشاهد نصل بكم إلى المقطع الأخير ضمن نفس الموضوع لم تسلم حتى الجثث والجنازات القادمة إلى مطار بغداد من العبث حيث اشتكى مواطن من اختفاء التابوت الخاص لحمل جثة والدته التي وافاها الأجل في أمريكا مؤكدا أن هذه الحادثة ليست الأولى في المطار فقد تكررت كثيرا وفقا لما أخبره موظفون داخل المطار لنشاهد أنا من كربلاء ومقيم بأمريكا عند والدتي توفت بأمريكا وسوينا إجراءات الأغاية وكملناها زين ورد وديها على وديها للعراق يا الله فمن هنا من هذا صعدنا اشتريناها الى تابوت التابوت حوالي 60 ورقة يعني هي والتيكت مالتها مدري ايش تقريبا صار دفتر ونص زين من وصلنا للعراق ايه انا راح احكي قدام من وصلنا للعراق اتفاجئت بالمطار مال بغداد جايبي لي والدتي بكارتونة زين قلت لهم هاي مو والدتي هاي قال لا هاي والدتك قالوا لي هاي الاوراق نطلت الاوراق صحيحه قلت لهم تابوت وين قالوا اول مره قالوا ما ندري وهاي احنا سلمناها هيك وبعدين ولد واقف بالباب حرس قال اخوي هاي مو اول مره تصير هنا عندنا هاي ثالث مره رابع مره تصير هنا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع أبو صفاء يقول ما دام الحكومة بيد الميليشيات هذا حال العراق باقي حسبنا الله ونعم الوكيل محمود يقول للأسف الشديد تغيير مدير المطار قبل فترة لم يحل كل مشاكل المطار وكأن الأمور صعبة للغاية أو واقع حال يجب أن نرضى به علي يقول همزين ما باقوا الجنازة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبو حميد يقول الحمد لله على سلامة جنازة الوالدة شكرا إلى إدارة المطار لعدم سرقتها الجنازة واكتفائها بالتابوت فقط نستمع إلى رأي السيد أبو أحمد من بريطانيا تفضل يا أبو أحمد حياك الله السلام عليكم أستاذ محمد وعليكم السلام حياك الله أهلا وسهلا أستاذ محمد الملفات كلها مؤلمة بس راح أحكي شوية على البطاقة التموينية خذ راحتك الله يطول عمرك الله يطول عمرك البطاقة التموينية شعب مباك سنة 2004 نعم من صار زاهد حزب الدعوة عبد الفلاح السوداني وزير التجارة أقل من سنة ومطلع أكثر من 8 أو 9 مليار دولار نعم وين أسا بلندن يمكم لا مو يعني مو بلندن يمنا تدري شو قاعد يسوي هو خلي أسولف لك شوية هو راد يشتري نادي سوانزي أحد أندية الدرجة الأولى في بريطانيا نعم قالوا له تعال هم هنا بريطانيا عندهم نظام لا تجيب فلوس من شنو ياك بس مين اللي تسحبها يقول لك تعال تكمل لك هاي الفلوس فهو اجرى دي شينا سوانزي تقريبا ب 498 مليون باوند قالوا له تعال تكمل لك هاي الفلوس انت قبل 2003 كنت حافي كنت عايش على المعونه الاجتماعيه
اجتمعناك من عيلة لك هذا ما وقعوا على هاي الشغلة. نعم. فالشعب مبيوك من سنة 2004 وبعده نايم، وأنا حسب معلوماتي حلو. وياك يا أبو أحمد. حسب معلوماتي إنه في زمن قدام إنه اشترى مزارع للأرز ومزارع من تايلاند ومزارع للفول الصويا من في تايلاند وكذلك سكر في كوبا حلو. وياك يا أبو أحمد أسمعك. نعم. نعم. أي. الشسمة هذه كانت البطاقة التموينية مدعومة دعم كامل الله يطول عمره إن شاء الله للدكتور محمد مهدي صالح اللي كان يوكل الشعب العراقي كله ب 195 مليون دولار فقط. قولوا شو العدد الضعف كل شيء قد مليارين. وما تبوق لي أنت بأقل من سنة تبوق لي 9 مليار وتروح. نعم. الموضوع أكبر من هذا يا شعب، أصحوا ترى النوم بعد ما يفيدكم والوضع راح يصير. أما عن موضوع الحصة المائية المصيبة لحد الآن ماكو فد رجل شريف ده يطلع يقول أريد راح أقعد مع تركيا ومع إيران ونتقاسم، وأكيد هاي الدول وخاصة تركيا اللي ينبع من عندها. وكان أكو شريف انطى للناس مواد غذائية حتى يصير أكو شريف يفاوض على مشكلة المياه. وما يطيل عليك راني أشوف على الإطالة أنا ما يطيل عليك. شكرا جزيلا سيد أبو أحمد من بريطانيا، أشكر حضرتك للمشاركة. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك. طبعا فاقم ارتفاع درجات الحرارة وتصاعد الغبار والعواصف التي باتت تضرب مناطق تواجد النازحين فاقم من معاناتهم، وذلك تزامنا مع استمرار التجاهل الحكومي لتقديم المساعدات الإنسانية لهم أو ضمان إعادتهم الآمنة لمناطقهم في ظل سيطرة الميليشيات عليها. ومع ارتفاع درجات الحرارة جدد النازحون من جرف الصخر في مخيمات النزوح في الأنبار مناشداتهم لأهل الخير لتوفير المبردات الهوائية من أجل التخفيف من معاناتهم خلال فصل الصيف الذي تصل درجات الحرارة فيه إلى نصف درجة الغليان في أجواء شديدة الحرارة، حيث تنتشر تلك المخيمات التي يقطنها النازحون. دعونا نتابع مزيدا من التفاصيل بشأن معاناة النازحين في سياق المادة التي أنتجها قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. حر لاهب وسط عواصف رملية تقتلع ما بقي من خيام النازحين المهترئة، وحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني كسابقاتها لا تعبأ إلا بجيوبها وطريقة تقاسم كعكة الميزانية التي تجاهلت هموم العراقيين لا سيما النازحين منهم. تجاهل حكومي مستمر لتقديم المساعدات الإنسانية لآلاف النازحين أو ضمان إعادتهم الآمنة لمناطقهم التي تسيطر عليها الميليشيات في ظل ظروف مأساوية يعيشها النازحون في مخيماتهم التي انتشرت فيها الأمراض الجلدية نتيجة شح المياه، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية هناك. النهار العاصفة راحت غراضنا، راحت موادنا، راح كل شيء عندنا، واحنا الناشد اهل الطيبين واهل الغيرة محتاجين مبردات، محتاجين اغراض. مناشدات لا تجد صداها بين أوساط السياسيين مع ارتفاع درجات الحرارة وحاجة النازحين إلى وسائل تخفف عنهم حر هذا الفصل الذي تصل درجات الحرارة فيه إلى نصف درجة الغليان، فيما يحمل الناشطون الحكومة مسؤولية سلامة النازحين في ظل هذه الظروف الصعبة. هموم تقابل بقرارات متخبطة لا تراعي أوضاع النازحين وحاجتهم لمكان يوفر لهم أدنى مقومات الحياة الكريمة بعد 9 سنوات من التغريبة العراقية التي تحولت إلى وصمة عار في جبين العملية السياسية وأحزابها الفاسدة. إذن هو تهجير مركب تسعى الحكومة من خلاله إلى الإمعان في إلحاق الأذى بالنازحين بدلا من تهيئة ظروف عودتهم لمناطقهم المستباحة من قبل الميليشيات بعد استغلال مفضوح لمعاناتهم من قبل السياسيين وتحويلها إلى دعاية انتخابية على حساب همومهم وآلامهم. نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. يجمع مدونون وناشطون على أن تجارة المخدرات في العراق هي نتاج لانهيار الدولة منذ عام 2003،
وأن جهات متنفذة سواء من الطبقة السياسية أو الميليشيات جمعت أموالا هائلة من تلك التجارة المستمرة مع سوريا وإيران في محاولة للتعريف بخطر هذه المخدرات وتبعاتها على المجتمع والفرد العراقي. أطلق مدونون عراقيون حملة تحت عنوان المخدرات تقتلك، والتي اخترنا لحضراتكم بعضا من هذه التغريدات. إيناس تقول: يموت أكثر من 65 شخصا في الساعة حول العالم بسبب تعاطي المخدرات، لا تضيع نفسك وأهلك بسبب المخدرات. تغريدة من أرشد يقول: تعاطي المخدرات مرتبطة ارتباطا وثيقا في المجتمع بانتشار الجريمة، الزنا، الشذوذ والأمراض النفسية كالقلق والاكتئاب وتفكك المجتمع وتحطم الأسرة. طه يقول: المخدرات هي أقذر احتلال وأخطر سلاح. المخدرات تفتك الآن بشباب العراق، وما من محاسب أو رقيب، وما من مشافي لإعادة تأهيل المتعاطين. وتغريدة من نذير يقول: تعاطي المخدرات هو موت بطيء وهلاك للعقل وانهيار في الصحة وتدمير للعلاقات الاجتماعية وفشل دراسي وفشل في الوظائف وفي سمعة الفرد. رسالة إلى كل أب وأم: ابعدوا أبناءكم عن رفقاء السوء. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.